زي ما شفنا الأديان، كل الأديان بتقدم ادعاءات حقيقة عن قضايا أساسية بالنسبة للوجود البشري، طبيعة الكون، الحياة، الموت إلى آخره. وزي ما شفنا في طرق مختلفة لفهم ومحاولة التوفيق بين ادعاءات الحقيقة المختلفة اللي بتقدمها الأديان دي. البعض بيشوف ان كل الادعاءات الدينية خاطئة زي الملحدين Atheist، والبعض الاخر بيشوف ان من المستحيل اننا نتأكد ان كانت الادعاءات دي صحيحة او خاطئة زي اللادينيين Agnostics، والبعض التاني بيشوف ان كل دين له حقيقته الخاصة بيه، لكن مفيش حقيقة كونية مجردة او نهائية زي النظرية النسبية Relativism، والبعض بيشوف ان كل الادعاءات الدينية صحيحة لان اتباع الديانات المختلفة كل واحد بيشوف الحقيقة المطلقة المجردة من منظور مختلف زي النظرية التعددية Pluralism، والبعض بيشوف ان في دين واحد فقط هو الدين الصحيح اللي من خلاله الفرد ممكن يحقق الخلاص، وان كل الأديان الأخرى خاطئة زي النظرية الحصرية Exclusivism، او البعض الآخر اللي بيشوف ان بالرغم من ان في دين واحد مميز في انه بيمتلك الحق المطلق إلا إن الديانات الأخرى بتحتوي على جوانب وعناصر من الحقيقة زي النظرية الشمولية Inclusivism. لكننا لو اتفقنا مع معظم أتباع الديانات في إنها بالفعل بتقدم ادعاءات حقيقة صحيحة، إذن لابد من وجود طريقة أو معيار مجرد Objective Criteria من خلاله نقدر نقيم الادعاءات دي. ودلوقتي فكر في أصحابك وجيرانك من أتباع الديانات الأخرى، يا ترى دينك ولا دينهم هو اللي صح؟ وهل فعلا دين واحد بس هو اللي على صواب؟ مش جايز الحقيقة النهائية ليها أكثر من طريق؟ أو يمكن الحقيقة الدينية ملهاش أي جذور في الواقع بالمرة؟ كلها مجرد انعكاس لتجاربنا وعاداتنا الاجتماعية. ولو كانت الأديان كلها بتوصل للحقيقة، إزاي نقدر نوفق بين ادعاءاتها المتضاربة؟ لكن أياً كانت الادعاءات دي، بالتأكيد هنحتاج لمعيار نقيم بيه صحتها. مش جايز إن الصور الدينية المتعددة مجرد انعكاس لواقع وجودي واحد. فكر تاني.